هذه الأفعى تدعى الأفعى الناعمة، ولكن أفعالها ليست ناعمة على الإطلاق. شعرت هذه السحلية باقتراب الخطر فسكنت كنوع من التمويه، ولكنها ارتكبت خطأ حين حركت رأسها مما جعل الأفعى تشعر بوجودها. ارتبكت السحلية، هل تهرب أم تقف دون حراك مرة أخرى؟ ولكن يبدو أنه قد فات الأوان، وإن كان لابد من الموت فلابد من القتال. هذه الأفعى غير سامة، لذلك تحاول تمسك بفريستها بكل قوتها، فهذه الفريسة تشعرها بالشبع لأسبوع على الأقل. هذه الأفعى مجبر على فعل هذا الأمر، فهي بالنهاية قد جبلت على أن تتغذى على الحيوانات الحية، فلها دور مهم في التوازن الحيوي الذي خلقه الله. عندما حسمت المعركة أخذت فريستها إلى مكان آخر لتلتهمها بهدوء. رغم موت السحلية نشاهد شيئا غريبا، ما زال ذيلها يتحرك، وذلك لأن الذيل يمكنه أخذ أوامره من النخاع الشوكي التابع لذلك الذيل كأحد وسائل الدفاع عن النفس.